السلام عليكم الغزالات، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وكنقول لكم مرحبا بكم معايا، فيديو جديد ان شاء الله، روتين جديد البنات. غنبداو بواحد الجوله، غادي شحال ما مشيتش لاكسيون وما ديتكمش نتوما، غادي نمشي انا وياكم ان شاء الله نديرو جوله في اكسيون. قبل من اكسيون غادي ندير جوله فواحد البازار اللي عندنا حدا اكسيون، كيبيع الاواني راقيه، اواني اللي زوينه. غندير لكم جوله خفيفه فيه، وفي نفس الوقت غادي نوريكم الجديد ديال اكسيون، وان شاء الله غادي نشارك معكم المشتريات ديالي اللي غادي ناخذ من اكسيون. كنتمنى نلقى حويجات زوينه. وغادي من ندخلوا للدار ان شاء الله راني جبت واحد شويه ديال الزبده والبيض من الثلاجه، غادي نوجد انا وياكم واحد الطارطه ديال اللوز اللي خطيره، كتجي طوب دو طوب. وهنا البنات صافي وصلنا. اول حاجه كما قلت لكم ما كنفلتش الفرصه من كنجي الاكسو انني ندخل لهذا المحل. زوين البنات صراحه، عندهم الماعن، داكشي زويون مختلف، يعني كيرضي لكاع الاذواق. كاين عندهم داكشي زويون، خصوصا دابا ان شاء الله راه رمضان قرب على الابواب، يعني كيجيبوا الميعنات هكا. وضروري حنا السيدات فاش كيجي رمضان ضروري كنبغيو نشريو واخا غير حويجه اولا جوج للدار. المهم البنات انا الصراحه كيعجبني، وفيت صورت لكم فيه جوله كامله. ودابا البنات غادي نخليكم تستمتعوا به وتشوفوا داكشي اللي كاين، واللي همها الامر اولا عجبتها شي حاجه وكتسكن في تولوز اولا النواحي ديال تولوز، تخلي لي في التعليق وانا ان شاء الله نخلي لكم الادريسة ديالو بالتفصيل الممل. فرجة ممتعة. With this feeling I can leave. I'm working and I'm صافي البنات، منين خرجنا من هذاك البازار دابا غادي نمشيو ندخلو نشوفو الجديد اللي كاين في اكسيون، ونشوفو في نفس الوقت يعني نوريكم معانا. تابعوا معنا الفيديو. With this feeling I can leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear its call? Do you want a part of me? Just get
البنات من بعد ما خرجنا من اكسيون جينا هنايا لحقاش صراحه عندنا هاد المحل هذا كيبيع الاكل الجاهز. المهم هذا كاين غير في تولوز، سبيسيال تولوز، الناس ديالو تاع تولوز والدراري كيبغيوه. وكم هو كاين حدا اكسيون صافي فاش كنجي له كنجي لاكسيون كيعرفوني جايه كيقولوا لي ماما شري لينا. المهم حنا غندخلو نشريو ليهم وانتم معنا. With this feeling I can leave, I'm working and I'm dreaming. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you صافي البنات خدينا الماكلة ديالنا، دابا غنسدو الطريق ندخلو للدار ونشاركو معاكم ان شاء الله باقي الروتين. تابعو معايا. الوليدات دخلنا تغدينا، دابا غنوريكم البنات المشتريات اللي شريت. اول حاجه شريتها البنات كما غتشوفوا معايا شريت هاد البونجا، شفتوها عاد حطوها في اكسيون. زوينه الصراحه هكا باش تمسحوا الجاج، دايرينها مهم باش تمسحوا بميكرو، هما ميكرو فيبر باش تمسحي بها الجاج وداكشي. زوينه البنات عجبتني الصراحه، غنجربها ونغدي عليكم. دابا راه جاي وقت الربيع ونبداو نديرو الميناج الكبير. خديت البنات هاد الطرشو، هذا راه فايت مقاسمه معاكم، هو اللي كنمسح بهم هاد الطابله كنمسح بهم. هذا كيدير البنات وقيلا واحد 59 وهذه كانت كدير 79، وانا ما كنعقلش بالضبط على الاثمنه. هنا البنات خديت هذا اللي كنفرشوه، انا راه دايره الصراحه في الكوزينه كامله عندي في لي بلاكار، دابا شي نهار ان شاء الله نتقاسمها معاكم. بقات لي غير واحد البارتيه خديتو ليها. شنو اللي خديت البنات؟ لو كود دو كار ديالي هي هذه، الصراحه عجبتني. يلا حطوها في اكسيو، راني صورتها ليكم. الصراحه زويونه هكا ديال الخشب، المهم كانت كدير 5.99 أورو. خديت البنات هادو حتى هما حجبوني، عاد حطوهم فيهم جوج هادو البنات باش تمسحوا بها الزيوفه. زوينين البنات ما كيخليوش لاطراس كما شفتوا، حتى هما جوج باقينا كيديروا شي اورو وشي حاجه، المهم ما كاملوش اورو 50. شنو اخر خديت البنات هادو كنديرهم انا هكا، كندير فيهم لي ابيريتيف صالي هكا كيجيو زوين، المهم كيديروا 79 اورو لا سمحوا لي 72. ومن بعد شنو خديت البنات؟ ما خديت هنايا هاد لي ماسك، خديت هذا الصراحه ديال اليدين. زوين زوين البنات كنصحكم به، خصوصا شفتو مع دابا غسيل الكمعان داكشي كما راه كيبان لكم يدي حالتهم. زوين هذا البنات اليدين، هذا مهم للشعر، هذا الصراحه خداته بنتي شاهيناز، هذا حتى هو اللوجر. المهم هذا انا اللي خديت ليا هذا تاع اليدين والرجلين كما كتشوفوا. صراحه دابا راه بدا غيسخن الحال، بداو لبسوا الصنيديات وداكشي، نعتنيو هكا برجلينا. وهادو الصراحه خداتهم بنتي. المهم الماسكات البنات ما كيفوتوش اورو. المهم وشنو اللي خديت البنات؟ المهم صراحه انا مشيت لاكسيون وفي نفس الوقت كان خصني شي حويجات ناخذهم هكا للدار تقديت في الكارفور، وكارفور دايرين البنات الصولد كما شفتوا. خديت هذه الصراحه البنات كانت عاجباني، انا كنت باغا وحده ولقيتهم ليها ناقصين فيها 50%، يعني تقامت عليا غير ديال شي 3 أورو كما غتشوفوا البنات. صراحه زوينه كنت باغاها انا هكا، العصير كاين البنات اللي كيديروا فيها الزيت، كاين اللي كيديروا فيها حتى الصابون ديال المواعن، المهم كل واحد شنو غيدير فيها. انا الصراحه بغيت نستعمل هكا العصير ولا الزيت، المهم غنشوف. عندها الحديده ديالها باش كتخرج ليا الحديده، هانتوما البنات صراحه زوينه. وهذه اللي عجبتني ديال كارفور عندها حتى الفيلتر الداخل، هذاك اللي كيسكر مثلا شفتو داك العصير هكا اللي كيكون فيه الفواكه تخليه من الداخل، بغيتو تحيدوها تحيدوها. كيفاش كتجي الصراحه زوينه وكبيره كما قلت لكم، كانوا دايرين فيها 50%، تقمت عليا بشي 3 أورو وبشي 50 سنتيم هكا. هذه البنات من كارفور. شنو خديت اخر؟ خديت البنات هادو تاع فاجبوني كانوا ب 50%، حتى هما خديتهم البنات بشي 3 أورو. المهم هاد لي بوكو هكا كما كتشوفوا كاين هاد الكبيره، صراحه هادو البنات راهم باطل يعني بالنسبه للثمن ديالهم راه غالي غير مع الصول. هانتوما البنات كما شفتوا
كاينين ثلاثه حتى ماما كما قلت لكم شي ثلاثه اورو شي حاجه لقيتو ب 50 درهم في كارفور. عجبوني انا الصراحه من بحال هكا هذه ولا المهم كيف ما بان لك في الكوزينه تحطيهم الصراحه. وشنو خديت خرا البنات لقيتهم زعما دايرين دي برومو رخاص في كارفور. خديت هادو البيت ديال بنت شاهينات بنتي شاهينات غير ب 50 سنتيم كما كتشوفوا معايا 49. كاينه هذه القريعه هي في نفس الوقت تغليغ. المهم انا قلت لها تجمع فيها هذوك الاقلام ديالها وخديت لها هادو حتى هما البنات نشوفوا شحال فنين هاد الطبيسلات. خديت لها جوج حتى هما 49 سنتيم. قلت لها انا كتبقى تحط فيها الخويتمات ديالها وداك الشيء فوق البيرو. وخديت لها هذا حتى هو حتى هو 49 سنتيم. صافي البنات كيما شفتوا هادو هما المشتريات ديالي بسيطه حبيت غير نشاركها معاكم هكا باش تشوفوا شنو خديت وتعرفوا عليا اكثر. دابا البنات غنمشيو انا وياكم الكوزينه غنوجد انا وياكم الطرطه ديال اللوز واحد الطرطه البنات اللي كتجي راقيه بزاف سهله سهله جدا 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 كتوجد في دقائق ولكن في الشكل ديالها وفي المذاق ديالها كتجي طوب دو طوب. تابعوا معايا البنات الفيديو كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا وكتستمتعوا معايا بهذا الروتين. يلا معايا الكوزينه. المهم البنات على بركه الله غندوزو نوجدو الطرطه ديالنا. كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال الزبده اللي خصها تكون بحراره المطبخ 50 غرام ديال السكر يعني واحد ملعقه حتى لجوج كبار قبصه ديال الملح. وكنرملوها البنات كما كتشوفوا معايا غير اطراف الاصابع. هاد العجينه البنات ناجح وانا كنستعملو جميع الطرطات صراحة كيجي رطب ومعمرو ما كيحشمني. من بعد البنات كنجمعو بيضه واحده كما شفتوا الا احترمتوا هاد المقادير راه كيتجمع لكم العجين بيضه واحده. وكما شفتوا معايا كيجي عجين ساهل ما احتاج لا ندخلوه في الفرن سمحوا لي عفوا ما ندخلوه لا في الثلاجه لا في الكونجيلاتور. يعني مباشره كنسرحو كنستعن بشويه ديال الدقيق وكنسرحو على سطح العمل. وغادي نجيب اللاطه ديالي البنات اللي غنفرشو فيها كما شفتوا معايا ساهله البنات وما كيحتاج حتى شي تحضيرات يعني اللي قبل. صافي البنات يعني كنوزعو في الطرطه ديالي كنحيد هاد الجوانب حتى العجينه البنات ديال الجوانب انا غادي نجمعو وغادي نعاود نشكل به واحد لي طخت ولا لي صغار. من بعد البنات كندير هكا ثقوب في العجين ديالي وغادي نمر انا وياكم نوجدوا الكريمه ديال اللوز اللي غنعمروا بها الطارت. عندنا البنات هنا 120 غرام ديال الزبده عندنا 120 غرام ديال السكر سنيده وجوج ديال البيضات و120 غرام ديال البودره ديال اللوز اولا اللوز مطحون. هنا البنات انا عندي اللوز عادي ولكن الصراحه الا كان عندكم بالقشور من الاحسن انكم تستعملوه بالقشور. صافي البنات والكريمه ديالي كما شفتوا يعني غير كنخلط كل شيء وكنعمر بها الطرطه ديالي. اللي ما متوفرش عندها اللوز تقدر تعوضه بالكاوكاو. هنا البنات خديت العجينه ديالي يعني لاطخت ديالي وخديت النصف ديالها زينته على هذا الشكل برقائق اللوز. هذه المرحله كتبقى اختياريه اللي ما متوفرش عندها ما كاينلاش. هنا البنات يعني كنبلاصي هذيك لاطخت ديالي ولي طخت ولات وكنديرها على درجه حراره 180 من تحت والفوق حتى كطيب ليا ونرجع معاكم. صافي البنات لاطخت ديالنا من كتوجد كتبقى على هذا الشكل. يمكن لكم تقدموها على هذه الطريقه اولا تزينوها بالطريقه اللي غادي نزينها انا. الصراحه البنات كتجي غزاله وكتجي شكل طوب ومذاق حتى هو ما نقول لكمش روعه البنات غير جربوها. وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الروتين وتكونوا فوشتوا شويه وتجربوا هاد لاطخت وتخليو ليا في التعاليق. كنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ونخليكم تشوفوا البنات راه كتجي حتى في الشكل الانديفيديوال كتجي حتى هي واعره غير جربوها. وكنقول لكم مع السلامه والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنسونيش باللايك ديالكم والتعاليق الغزاله بحالكم. باي.